بسم الله، هنتكلم يعني دلوقتي بقى على ايه السيمبل اكسبنسز. اولا هنخلي ديت قدامنا على طول عشان خاطر دي خطوات هنتبعها في حل المساله بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. المساله بيقول لي انا عندي مودرن كومباني از بروديوسنج 3 برودكت، تنتج 3 منتجات A B C. اهو منتج A B C by using same material، باستخدام 3 مواد خام اللي هم M1 M2 M3. بيقول لي the following table summarize the selling price and the variable cost. مديني ال selling price بتاع كل واحدة أو بتاع كل منتج وال variable cost بتاعه. ال selling price minus variable cost هيديني ال contribution margin per unit، يعني هامش الربح اللي هو ال profit per unit. يعني في المسألة اللي حلناها المرة اللي فاتت في موضوع الجرافيكال، لما جينا نعمل معادلة ماكسيمايز البروفيت كان مديني البروفيت بير يونت جاهز بسبعة وخمسة، عكس دلوقتي هو مش مديني الربح جاهز. هو عشان يعني نوعا ما مش هقول بيصعبها، يعني ان هو مديني السيلينج برايس والفاريبل كوست، فانا هطرح ده ما يصدق عشان اقدر اجيب البروفيت لكل واحد قد ايه. طيب هو ايه الهدف من المسألة؟ قال لي required by using normal simplex method how many units of product A and product B و C كمان should be produced. المفروض انتج كام منتج، كام واحده من A و B و C عشان ايه؟ عشان اعمل ماكسمايز للبروفيت. الموضوع ده اصلا يا جماعه موضوع السمبلكس ده 3 اجزاء. اول حاله هي ان علامه التباين تكون اصغر من او يساوي، يعني ماكسمايز للبروفيت، اسمها ماكسمايزيشن. والحاله الثانيه هي حاله المينيمايزيشن العكس، والحاله الثالثه هي حاله الايكوال. فانا في التقسيمه بتاعت المراجعه فانا كنت مقسمها اجزاء، ان يعني انا هشرح الاول الماكسمايزيشن وهرجع في بارت 2 اشرح جزء المينيمايزيشن وجزء الايه الايكوال ده. فاحنا دلوقتي شغالين في الماكسمايزيشن اللي هو ماكسمايز البروفيت زي ما انتم شايفين قدامكم كده. اول حاجه طبعا لازم اعمل ديزيشن فاريبلز، ان انا هدي رمز لكل متغير. افرض ان البرودكت ايه ده x1 وده x2 وده x3. طيب كده انا فرضت دوت x1 x2 x3. معادله تحقيق الربح انا عايز اعمل ايه؟ ماكسمايز البروفيت. بس انا اصلا ما كانش معايا البروفيت معطى، فانا الاول هبدا اجيب البروفيت فور اتش يونت اوف برودكت A و B و C. سيلينج برايس ماينس فاريبل كوست، 620 ماينس 200 يطلع 420، 240 ماينس 60 هيطلع 180، 126 ناقص 120 هيطلع 6. يبقى انا كده جبت الربح بتاع كل حاجه. اقدر اكون المعادله، المعادله هتكون ايه بقى؟ 420 اكس 1 زائد 180 اكس 2 زائد 6 اكس 3. دي معادله الزد اللي هي قدامكم دي، هي ماكسمايز الزد 420 اكس 1 زائد 180 اكس 2 زائد 6 اكس 3. مفيش اي مشكله خالص. طيب انا كان عندي شويه متغيرات تانية بتاثر في المعادله اللي هم ايه؟ M1 M2 M3. مش قال انا بستخدم 3 ماتيريالز؟ يبقى زي المساله اللي كنا شرحناها في الجرافيكال لما كان فيه كاربنتري وكان فيه بنتنج. اهو كاربنتري وبنتنج هنا بقى، وكان عندي هنا منتجين اتنين. انا المره دي عندي 3 منتجات وثلاث مواد خام بيساهموا في انتاج ال3 منتجات دول، فمفيش اي مشكله خالص. ابدا اكون المعادله الاولى، هتبقى 2 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد 4 اكس 3، واقول له اصغر من او يساوي 100. ليه؟ لان قال لي ان الافيلابل ماتيريالز الماتيريال المتاحه 100، فانا مش هكسر حاجز ال 100، فانا معايا 100 او اقل. طيب ده بالنسبه للمعادله الاولى. المعادله الثانيه ال ام 2 ما عنديش حاجه في الاكس 1، يعني صفر اكس 1 او ما اكتبهاش اصلا عادي جدا، زائد 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3 اصغر من او يساوي 80. وعندي ام 3 هتبقى عباره عن ايه؟ 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 اصغر من او يساوي 160. هم دول ال3 معادلات اهم الكونسترين. وطبعا معادله النون نيجاتيفيتي عدم السلبيه، كان نوت بروديوس ا نيجاتيف نمبر اوف 3 برودكت، ما ينفعش انتج اي منتج سالب من المنتجات دي. فاقول له اكس 1 و2 و3 لازم يكون اكبر من او يساوي صفر، لان الانتاج ما ينفعش يكون بالسالب، يا صفر يا اكتر، اقل من صفر ما ينفعش.
كل اللي انا عملته ده بلخصه تحت في البرايمال موديل بالشكل اللي قدامكم ده، ماكسمايز البروفيت، معادله الزد ده اهي، سبجكت 2 اهم، وادي معادله عدم السلبيه موجوده تحت اهي، مفيش اي مشكله. ده يعتبر نفس الجزء المشترك في جزء الجرافيكا، مش اي مشكله خالص. في مشكله كده سامعيني ولا ايه؟ عشان النت بيقطع. لا تمام سامعين. طيب صلى على النبي. دلوقتي هنتكلم الجرافيكال، كان نفس الكلام ده، بنقف لحد هنا في الجرافيكال ونحل المعادلات بقى على الرسم، مش مشكله. لكن هنا احنا شغالين سيمبلكس ميثود، فاحنا هنبدا نعمل جداول. بس عشان نعمل جداول هيتم اتباع 6 خطوات. الخطوه الاولى اضافه المتغيرات الوهميه على اساس المعادلات وليس على اساس المنتجات. يعني ايه؟ بيقول لي بضيف متغير وهمي على اساس المعادلات وليس على اساس المنتجات. المساله دي كان فيها كم منتج؟ كان فيها 3 منتجات، اللي هو ايه؟ اللي هو A وB وC. هو قال لي انا هضيف متغير وهمي على اساس المعادلات ولا المنتجات؟ قال لي المعادلات، يبقى المنتجات ماليش علاقه بيها، ماليش دعوه بدول خالص، انا ليه علاقه بمين؟ بالمعادلات دي، اللي هي الحاجات اللي بتاثر في المعادله الرئيسيه بتاعه تحقيق الربح، اللي هو M1 وM2 وM3. M1 وM2 وM3. طيب فإذا أنا هضيف هنا 3 متغيرات وهمية. ليه هضيف 3 متغيرات وهمية؟ لأن عندي M1 وM2 وM3 دول مش منتجات، دول حاجات بتأثر في المعادلة بتاعت عين الربح بتاعت البروفيت يعني. طيب كده أنا هضيف كم متغير؟ قلت لك 3 متغيرات وهمية، اللي هم تحديدا X4 X5 اكس 6 اهو، مفيش اي مشكله خالص. الصوت بيقطع قوي. بيقطع، كده بيقطع جامد ولا ايه؟ كان بيقطع من شوية يعني في الكلام اللي قبل كده. طيب نقول تاني. انا طب ايه يعني، انتوا اخر حاجه انا وقفت فيها لحد فين عشان خاطر برضه ابقى قول عارف؟ حتة الإضافة على أساس اللي قبل المتغيرات مش الصوت كان بيقطع. المعادلات دي. طيب ماشي، حاضر، صلى على النبي. انا عندي في المساله ديت بيقول لي ان انا بضيف على اساس، خلينا نشيل بس العلامات دي كلها عشان خاطر تبقى شكل نظيف. قال لي بضيف متغيرات وهميه، انا هضيف يا جماعه عدد من المتغيرات الوهميه. العدد ده قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 ايا كان العدد. اضيفه على اي اساس؟ على اساس المعادلات. المعادلات اللي هي تحديدا الكونسترينتس، اللي هي دي اللي هي الحاجه بتاعت السبجكت 2، معادلات السبجكت 2 اللي هي M1 وM2 وM3، مش على اساس المنتجات، لان المساله فيها كم منتج؟ A وB وC. فانا مش بضيف متغيرات وهميه عددهم على اساس دول، لا انا بضيف على اساس العدد ده. فاذا انا هضيف متغير وهمي رقمه كام بقى؟ المساله كان فيها X1 وX2 وX3، انا هضيف بقى متغيرات وهميه X4 للمعادلة الأولى وX5 للمعادلة الثانية وX6 للمعادلة الثالثة. تمام ولا في مشكلة؟ تمام. تمام. فأول حاجة أول خطوة adding slack variable. slack variables يعني متغير وهمي، فدي maximize للبروفيت. الزد معادلة الزد هتنزل زي ما هي، إيه كانت واقفة لحد هنا بالظبط، وقمت ضايف عليها 0 اكس 4 0 اكس 5 0 اكس 6. كده كده الصفر مش هيأثر في الرقم بتاع الاكس ده، لان دي المعادله الاساسيه بتاعت تحقيق الربح، فما ينفعش اخليها بواحد اكس 4 لان كده المعادله تبقى اتغيرت تمام. اصلا حضرتك ممكن ما تحطش الكلام ده اصلا خالص عادي، لان اصلا اي حاجه في صفر بصفر. طيب سبجكت 2، انا قلت هضيف متغيرات وهميه على اساس المعادلات، فاذا انا هركز دلوقتي على جزء السبجكت 2. ضفت المعادله 2 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد 4 اكس 3، دي كانت المعادله الاصليه، وضفت عليها متغير وهمي. هتحس حتى ان البتاع مكتوب بلون غامق شويه، كان القلم اسمر، اكس 4 اهو ايكوال 100. المعادله الثانيه كانت 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3، وضفت ليها متغير وهمي اهو اكس 5 يساوي 80. 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 ضفت ليها متغير وهمي رقم 3 اللي هو اكس 6 بيساوي 160. لاحظوا بقى ان ايه؟ ان المسافات دي فاضيه مش اي حاجه. انا حاطط يا جماعه اكس 1 تحت بعضيها، اكس 2 تحت بعضيها، 3 تحت بعضيها، 4 مفيش غير واحده، و5 مفيش غير واحده، و6 مفيش غير واحده. التنسيق ده مهم جدا عشان هيريحكم في الحل بتاع المساله. وطبعا معادله عدم السلبيه ان انا هفرض ان الارقام دي كلها
بصفار، ما ينفعش تبقى بسالب يعني صفر او اكبر. لحد هنا هل في مشكله؟ لا كده تمام. تمام كله؟ طيب صلوا على النبي. ابدا بقى اعمل ايه؟ ابدا اعمل جدول. يعني بقى عشان ايه اعمل شير له، شير للكود. اها احنا شغالين الفايل ده صح؟ تمام مظبوط. بصوا بقى المنظر هنا مبهج ازاي، جميل. طيب المعادلات بقى يا جماعه، اول حاجه هتيجي تعمل الجدول بتاعك ده، تقول له اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6، تمام، وادي الكونستانت اللي هو ال 180 وال 160، تمام، ده الجدول الطبيعي، تمام. واللهم صل على سيدنا محمد. عندك كمان ايه؟ عندك الاكس 4 و5 و6 اهمت، ادي 4 و5 و6 مش اي مشكله خالص. وابدا بقى الارقام اللي عندي في المساله، عندي الاكس 4 هتلاقي 2 6 4 1 وال 100 في الاخر، ادي 2 6 4 1 0 0 100. الجدول واقف لحد هنا، الجزء اللي انا معلم عليه ده بس، الريشيو ده لسه مش معايا دلوقتي اهو، ماشي وخلاص. تمام. طيب نيجي للمعادله على الدور اللي هي اكس اكس 5، ما عنديش حاجه عند اكس 1 فعشان كده حطيتها بصفر اهو. تمام طيب ثواني عشان بالمره نشيل الايه الالوان دي ليها مو كولر. ماشي طيب، واكس 5 فانا حطيت دي بصفر، هي مفيش مشكله. 8 2 0 1، 8 2 0 1، وهنا مفيش حاجه فحطيت صفر اهو، وهنا 80 نزلت زي ما هي، هي مفيش اي مشكله خالص. طيب نيجي لاكس 6، 6 2 0 0 0 1 160، 6 2 0 0 0 1 160، فاضل معادله الربح اللي هو الماكسمايز اهي بتاعت الزد اللي هي دي 420 180 6 0 0 0، 420 180 6 0 0 0، مفيش اي مشكله. طبعا الرقم برضو هنا ده بصفر، ما فيش مشكله خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. المساله يا جماعه عشان نوصل للاوبتيمال سوليوشن في حاله الماكسمايزيشن، انا دلوقتي بتكلم على ان انا عايز احقق تعظيم للربح، فعلامه التباين في المساله بتاعتي كلها كانت اصغر من او يساوي، فطول ما الارقام اللي هنا ديت فيها ارقام موجبه يبقى انت ما وصلتش للحل المثالي. الحل المثالي يظهر لما الارقام اللي تحت دي كلها تبقى بصفر او بسالب، وانا عندي زي ما انت شايف كده قدامك ان في ثلاث ارقام موجبه فانا عايز اتخلص منهم، هعمل ايه؟ واحده واحده بقى. كان عندكم في الخطوات اللي في قلب الورق، تمام، بعد ما بعمل الجدول بيتم تحديد اكبر قيمه في الزد كعمود محوري. فين الزد؟ اهي اكبر قيمه موجبه فيها فين؟ هي 420. اذا ده هيبقى العمود المحوري، ده هيبقى الايه؟ العمود المحوري زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي نشيل، نرجع نشيل ده كده برضو عشان خاطر ايه الالوان، نو نلون ده بلون تاني هتبقى اصفر اهو. لحد دلوقتي في مشكله يا جماعه ولا ايه؟ تمام كله تمام، لو حد تايه يعرفني عشان خاطر ما يقعش مني في اي حاجه. الناس نامت ولا ايه؟ لا تمام معاك، تمام. طيب كمل يلا. طيب صلوا على النبي. يبقى انا كده حددت العمود المحوري بتاعي اهو بناء على ايه؟ ان انا اخترت اكبر قيمه في الزد. ارجع، طالما انا عندي بقى الكلام ده موجود في ان في ارقام موجبه، يبقى انا لازم اجي اهوت واعمل عمود اسمه عمود الكونستانت. فاعمل كليك يمين واعمل انسيرت رايت، اعمل عمود هنا اسميه الكونستانت. ما علينا،
كونستانت ماشي كونستانت ايه اسف ده عامل اسمه الريشيو طالما انا عندي ارقام موجبه اذا يبقى انا هعمل عمود الريشيو. الريشيو دي بقى بجيبه ازاي بقى؟ بقسم الكونستانت ده على العمود المحوري. يعني ايه؟ اقسم 100 على 2 هيطلع 50، اقسم 80 على 0، اي حاجه على 0 بما لا نهايه. ثواني بقى ايه؟ اجيب الارقام دي منين؟ بكتب كده. ماشي طيب ما لا نهايه. ولما اقسم 160 على 6 هتطلع ب 26، 66 من 100، ودي دايما بتبقى فاضيه، يعني دي دايما هتبقى بلاك، شايفه اي حاجه. طيب كده انا حددت العمود المحوري، فاضل حدد الصف المحوري. فعشان احدد الصف المحوري باخد اصغر قيمه في الريشيو، اصغر قيمه في الريشيو اللي هي كام؟ 26، 66 من 100، يبقى ده هيكون هو الصف المحوري. إذا الصف المحوري قطع العمود المحوري في نقطة، النقطة رقم 6 اسمها النقطة المحورية، أهي النقطة المحورية. وأروح بقى أعمل جدول جديد، أروح أعمل جدول جديد، نشيل بقى الداتا الجدول دي، نشيل الشوزات، نشيل الأرقام دي كلها، طيب اول حاجه انا عندي ضفت ثلاث متغيرات وهميه اللي هو اكس 4 اكس 5 اكس 6. ده متغير وهمي يعني انا اقدر استغنى عنه، ملوش لازمه بالنسبه لي. قطع مين؟ قطع المتغير الرئيسي اللي هو اكس 1. فاكس 6 هتتحول تحت وتبقى اسمها اكس 1 اهي، اسمها اكس ايه 1. في تغيير حصل اهو، كان عندي اكس 4 اكس 5 اكس 6، اكس 6 شلتها وخليتها اكس 1 لانها قطعت العمود المحوري في العمود المحوري في النقطه المحوريه دي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. واجي اعمل ايه تاني بالنسبه للعمود المحوري ده؟ قال لي النقطه المحوريه اللي فيه هتنزل بواحد اهو، وباقي العمود المحوري بصفر. طيب وبعدين قال لي الصف المحوري كله هيتقسم على النقطة المحورية، 6 على 6 فيها الواحد أهي، 2 على 6 فيها التلت، يعني هيطلع صفر علامة 3 3 3. طيب 0 على 6 بصفر، 0 على 6 بصفر، 0 على 6 بصفر، 1 على 6 أدي سدس ماشي، يبقى هنا هيطلع صفر، هنا صفر، وده صفر أهو، والكونستانت هنا 1 على 6. مش أي مشكلة خالص. وأقوم قاسم 160 على 6 هيطلع 26، 66 من 100. خلي بالكم ده ماليش علاقة بيه، يعني ده مش موجود معايا أصلاً. أنا بقسم إيه لحد هنا؟ لأن أصلاً حتى أنا آخر وقفت لحد هنا أهو، ما عنديش لسه عمود ريشيو، الريشيو ده ما بتتعملش غير لما ألاقي لسه أرقام موجبة تحت هنا. طب فاضل لي مجاهيل بقى في المسألة، المجاهيل دي عشان أجيبها هستخدم القانون اللي هو بيقول العنصر الجديد، انا كاتبها هنا اهوت، اللهم صل على سيدنا محمد، فين اهو؟ العنصر الجديد بيساوي العنصر القديم ماينص المقابل في الصف المحوري في المقابل في العمود المحوري على النقطه المحوريه. بس عشان خاطر ما اقعدش استخدم القانون ده في ان انا اجيب كل النقط المجهوله اللي قدامي دي، يعني هقعد اجيب ده كله بالقانون، شوف لي حل. فانا كاتب لك تحت معلومه خلي بالك منها، لو عندك صفر في الصف المحوري انقل العمود زي ما هو، لو عندك صفر في العمود المحوري انقل الصف زي ما هو. يبقى لو عندك في الصف صفر هتنقل العمود، ولو عندك في العمود صفر هتنقل الصف، بس مش اي عمود ولا اي صف، ده لازما الصف المحوري. يعني ايه؟ اكس 1 هتلاقي عندها 2 وصفر و6 و24، ده العمود المحوري موجود في صفار اللي هو ده، يبقى هتنقل الصف ده كله زي ما هو، يبقى 8 2 0 1 0، 8 2 0 1 0، مفيش أي مشكلة. تمام، 8 2 0 1 0 تمام زي الفل. فاضل إيه كمان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة واحدة، الأرقام ما اتطلبتش فيها، هزرها عندي على اللابتوب. طيب
فكرة. 8 0 8 2 0 1 0، ودي كمان يا جماعة 80 آيات، آسف برضه 80 كمان آيات. تمام. طيب كده بالنسبة للعمود مفيش اصفار تاني، أنا نقلت الصف ده كله زي ما هو خلاص وخد يا الأمر. فاضل لي إيه؟ فاضل أبص على الصف المحوري. الصف المحوري هتلاقي فيه صفر أهو وصفر أهو وصفر أهو، فبالنسبة لده هتنقل العمود بتاعه كله زي ما هو، وبالنسبة لده تنقل العمود بتاعه كله زي ما هو، وده تنقل العمود كله زي ما هو. يبقى 4 2 1 0 0 1. 3 4 2 1 0 1 كده. وتحت في هنا كام؟ ده في 6 0 0 6 0 0. حلو الكلام كده، يعتبر اللي بيلي في الجدول مجهول هو اكس 2 في الحته دي والحته دي. بص بقى نحاول نحددهم اهو، دي اهو تمام، ثواني نحدد دي ودي ودي كمان ودي كمان ودي كمان اهي. فانا بقى عايز اجيب القيم دي يا جماعه باستخدام ايه؟ باستخدام القانون. القانون بيقول ايه؟ انا عايز احسب القيمه بتاعت النقطه دي. النقطه دي بقى اصلها كان كام؟ اصلها كان 6، ده العنصر القديم، ماينس هو النت كان بيقطع. احنا ما سمعناش اللي فات، وقفتوا لحد فين طيب؟ لا مش عارفة هو قطع وانت نسيت كنت تقول ايه. يا حلاوة ركزوا، ايوه هنا لما قلت هو دول الاربعة دول اللي انت عايز دول تجيبهم. المجاهيل اللي انا عايز اجيبهم. طيب تمام، اه انا عايز احسب اول حاجه اللي هي دي، العنصر ده اصله كان ايه؟ اصله كان 6. هطبق بقى القانون بتاعي اللي هو بيقول العنصر الجديد بيساوي العنصر القديم ماينس المقابل في الصف المحوري في المقابل في العمود المحوري على النقطه المحوريه. حاولوا يا جماعه تحفظوا القانون بالانجلش عادي، يعني العنصر القديم اللي هو الاولد فاليو اوف اليمنت، القيمه القديمه بتاعت العنصر، ماينس افتح قوس الماتشنج فاليو ان بايفوت كولوم، يعني القيمه المقابله في العمود المحوري، في القيمه المقابله في الصف المحوري، الماتشنج فاليو ان بايفوت رو على البايفوت اليمنت اللي هو النقطه المحوريه. يعني حاولوا لو المساله جت في الامتحان ان شاء الله تكتبوا القانون بالانجلش مره واحده وخدوا الامر، ومش لازم تطلع كل الداتا بتاعت الجدول تكتبها خطوات، ممكن تطلع حاسبه على طول بس توضح انت جبت كام، يعني ممكن تعمل الجدول ده بس قدامك وتوضحه، بعد كده تحط على الآلة الحاسبة وتطلع عندك بس ليس إلا يعني. طيب هنا أصلها كان كام؟ كان 6، يبقى 6 إيه اللي بيقابلها في الصف المحوري؟ مش أي صف، الصف اللي أنا ملونه بالبرتقالي ده، 6 يقابلها 2 في الصف و2 في العمود، مضروبين في بعض مقسومين على النقطة المحورية اللي هي بكام؟ اللي هي ب6 دي. يبقى العنصر القديم 6 ماينس افتح قوس 2 صف 2 عمود على النقطة المحورية اللي هي بكام؟ ب6. الكلام ده متوضح هنا اهو، 6 ماينس 2 في 2 على 6 يطلع 5 3 3 3، يبقى الرقم ده هيطلع 5 علامة 3 3 3. طيب اجي اجيب القيمة بتاعت العنصر ده، انا كل اللي يهمني بقى في المسألة اصلا العناصر اللي تحت دي اللي على الاطراف. ليه؟ لان انا اللي يهمني ان انا اخلي الارقام اللي تحت دي كلها بصفار او بسوالب، ده المهم بالنسبة لي. طيب انا عندي ده كان اصله كام؟ كان 180، ده كان اصله 180، يبقى 180 ماينس المقابل في الصف 2 المقابل في العمود 420 مقسوم على 6 اهو، مش هي مشكله كانت انا كنت شغال 420 ولا شغال على كام؟ بس اللهم صل على سيدنا محمد. 140 180، انا ال 180 انا شغال على ال 180 بس عشان اجيب الرقم بتاعها اللي هي ال 180. 180 ماينس 2 في 420 على 6، بس في مسج ظهرت لي يعني ان فاضل 10 دقايق والبتاع ده يتفصل، تقريبا لازم يكون له تفعيل هشوفه يعني. طيب يبقى 2 في 420 على 6 هيطلع 40، فادي الرقم ده هيطلع ب 40، وبقيه الارقام عادي جدا هجيبها بنفس الاسلوب مش اي مشكله خالص. يعني ده
اقوله بس حتى ده كان اصله كام؟ ده عند الاكس 6 تحت اهو صفر صفر ماينس افتح قوس 1 في 420 على 6 زي ما يطلع بقى. وعشان اجيب الاكس 6 اللي فوق دي تبقى عباره عن ايه؟ صفر ماينس 1 في 2 على 6. واللي بعده اجيبه ازاي؟ اللي هو بقى هنا اللي هو الكونستانت ده وده اللي تحت ده صفر ماينس 160 في 420 على 6. طيب وده 100 ماينس 160 في 2 على 6. الارقام هتطلع بقى زي ما تطلع مفيش اي مشكله خالص. بس انا ايه هجيب الورقه اهو بتاعي عشان خاطر اطلع النواتج. طبعا المفروض اصلا بيقولوا لي النواتج بتاعت كام، بس ايه مفيش مشكله. 46,667 من 1000. الله اكبر الله اكبر اهو ده 46. طبعا الاكس 6 اولا دي ب 3 3 3 دي سالب، دي سالبة ماشي، وتحت ديت طالعة بسالب 70، والكونستانت ده طالع ب 46 علامة 6 6 7، وده طالع طالع بسالب 11 200. تمام، وابدا اشيل الالوان دي بقى كلها. طبعا الالوان دي قلت لك عشان خاطر ديت الحاجات اللي انا ما كنتش طلعتها، وابدا اضيف الخانه بتاعت ايه بتاعت بص الاول عشان احدد الارقام اللي عندي لسه ارقام موجبه. عندي 40 موجب و6 موجب، فاذا ده هيبقى الصف او العمود المحوري، اسف ده العمود المحوري اهو. واقسم الكونستانت على الاكس 2 عشان اجيب الريشيو. كونستانت على الاكس 2 سيرت رايت عشان اجيب الريشيو. الريشيو جت ازاي؟ قسمت ده على ده طلع لي 8.75، قسمت ده على ده طلع لي 10، قسمت ده على ده طلع لي 80، وده طبعا بيبقى فاضي. طيب واجي ابص على الريشيو اخد اصغر رقم اللي هو 8.75، ويبقى ده اسمه الصف المحوري. واروح اعمل الجدول الجديد. الجدول الجديد هيكون فيه ايه؟ شيل بقى الارقام اللي جوه دي كلها. الجدول الجديد اولا اكس 4 هتتغير وتبقى اكس 2 اهو، فبقى اسمها اكس 2 اهو. ليه؟ لان انا المتغير ده وهمي استغنيت عنه لانه قطع المتغير الرئيسي اللي هو اكس 2. وبعدين النقطة المحورية هتنزل بواحد، وباقي العمود المحوري بصفر بصفر بصفر. اعمل ايه تاني؟ اقسم الصف المحوري كله على النقطة المحورية اللي هي بخمسة 33%، فالأرقام هتطلع كالتالي. هنا هيبقى صفر، وهنا هيبقى صفر 75%، وهنا واحد صفر 1.78، وهنا هيطلع صفر، هنا هيطلع سالب علامة 0.62، هنا هيطلع 8 علامة 75%. مش أي مشكلة. طيب عشان ابص في الدنيا هبدا ابص هل في صفر في العمود او في الصف. بالنسبه للعمود مفيش اصفار فيه، بالنسبه للصف هتلاقي ان في اصفار هنا اهو وهنا اهو، فهنقل اللود زي ما هو. طيب اللي هم بتوع مين؟ اكس 5 واكس 1. اكس 1 صفر 1 0، واكس 5 1 0 0. وبقيه العناصر دي كلها هتيجي بالقانون اللي اشتغلنا بيه من شويه، مش اي مشكله خالص. فالارقام دي هتطلع تحديدا اكس 3 سالب 4 ديت صفر علامه. انا قلت الارقام حتى اللي جوه مش مهم، انا اللي يهمني الارقام اللي تحت دي كلها، اللي تحت دي بس هي اللي تهمني. سالب 24 وده سالب 1.5 وده بسالب 6 وده سالب 7.5، وادي ده هيطلع صفر علامه 4.99، وده صفر على 1.78، ده سالب 6.75، وهنا هيطلع 9.995، واتنين تلاتة علامة 7.4، وده هيطلع سالب 11.550. طبعا يا جماعة الأرقام دي كلها أنا موضحها تحت هنا أهي، يعني الأرقام دي كلها جت منين أهو، يعني أنا موضح كل حاجة بتوضيح الأرقام السابقة في الجدول. طيب انا كل اللي يهمني ان انا الارقام اللي تحت دي كلها تبقى ايه بالسالب او بزيرو عموما.
فهنبص هنلاقي ان ده صفر صفر سالب سالب صفر سالب سالب. يبقى انا كده وصلت للاوبتيمال سوليوشن. قال لي all value in the row of objective function are negative. كل الارقام اللي موجوده في دال التحقيق الربح اللي هي الاوبجكتيف فانكشن اللي هي الزد بالسالب. Hence هنا احنا we have found the optimal solution for the problem. احنا كده وصلنا للحل المثالي بتاع المشكله. عندي ايه بالظبط في الحل المثالي؟ انا اللي يهمني المتغيرات الاساسيه اللي هي اكس 1 واكس 2 واكس 3. ده الاساسي بتاعي في المساله. ماشي النت قطع بس ماشي. اللي يهمني في المساله يا جماعه وانا بجيب الحل المثالي هو اكس 1 اكس 2 اكس 3. فانا اكس 2 عندي بكام؟ ب 8.75. فماشي اكس 2 اهي ب 8.75. اكس 5 ده متغير وهمي ملوش اي لازمه، انا ما يهمنيش في اي حاجه، انا اللي يهمني المتغير الاساسي اكس 1 بكام؟ 2 بكام؟ 3 بكام؟ طيب انا كده عندي اكس 5 ده ولكنه موجود ماليش لازمه. اكس 1 طلع بكام؟ 23.74 ادي 23.74. اكس 3 هل تم ذكرها هنا؟ هل جت اصلا في الجدول؟ ما جتش. فاذا اكس 3 هتتحط بكام؟ بزيرو اهو. والزد الربح كان ساعتها وصلنا له كان كام؟ 11550 زي ما انتم شايفين كده. وده الموضوع بتاعنا في السمبلكس. تعالوا بقى ايه نرجع للملف الثاني شير اهو كده الموضوع خلص. تمام طالما الارقام كلها بالسالب او بصفر كده الحمد لله لازم نلزم الصلاحات تم وصول الحل المثالي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الملف الثالث بعد كده هيكون في طبعا هتلاقوا فيه بقى مثال موجود في المساله في المذكره رقم 3 ومحلول ثاني وانا موضح فيه كل حاجه بالتفصيل الممل. تمام هكتب لك القانون حتى تحته بالانجلش قلت لكم. ان شاء الله المره الجايه باذن الله يعني انا قاسم الشابتر ده على بارت 1 وبارت 2. بارت 2 اللي هيكون فيها شرح المينيمايزيشن هو نفس الكلام مش اي مشكله خالص عادي جدا. كل الفكره ان علامه التباين هناك في الماكسمايز كانت كده. طب بيقطع الصوت بيقطع انا ما سمعتش حاجه. طيب انا كنت بقول ان هناك كانت علامه التباين اصغر من او يساوي، اما في الموضوع ده هتبقى اكبر من او يساوي فانا هضربها في سالب عشان تتحول وهكذا. هنشرحها ان شاء الله بقى في ايه في الجزء المنفصل ده. ده كان الجزء المطلوب مننا النهارده يعني الحمد لله. هل في اي مشكله؟ لا تمام تمام بس يا جماعه مش حاجه ممكن اغيرها تاني. يلا السلام عليكم.